من وين جايين؟ من اي بلد؟ احنا من تونس. ومين راح تشجعوا؟ اكيد اكيد المغرب. عندكم امل انه اليوم المغرب يفوز قدام فرنسا؟ عندنا امل ان شاء الله نعيش الامل ونفوز وعلى الاقل نحقق حلم انه واحده من الدول العربيه تفوز بالكاس ان شاء الله. طيب وكيف شفتوا انتم اداء الفريق المغربي؟ يعني ما شاء الله. فعشان هيك عندنا الامل وان شاء الله بنوصل، ان شاء الله بالامل بنوصل. شو تقولوا انتم للفريق المغربي قبل ساعات قليله من الماتش؟ هيك قليل عن